بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول كانت الاجواء مع الفيزيك كانت مزيانه وداروا شويه ويك شويه طويل، ولكن كان في المتناول ديال الحمد لله دازت الاجواء كلهم بخير. فبالعشيه دوزنا لونغلي كانت مزيانه، الاجواء مزيانه وكان في المتناول حتى هو. بالنسبه للتنظيم والحراسه، بالنسبه للتنظيم كان حتى هو في المستوى، والحراسه شويه كشويه الحمد لله، توفق الجميع في المواد اللي جايين وتوفيق الجميع. عليكم الاجواء بالنسبه لواحد الشيخ لغات مليح، يعني الحمد لله. عاوتاني تغدي ديال الماده يعني ماريو سنوك، يعني تيري ديال القسم ديال التلفازه زوين تماما. ايوا الحمد لله، نتمنى دايرين تمشى الفاوي الشهريه ماذا يقيمان مره تيري بشنو نهار. بالنسبه للتنظيم بالحراسه، لا لا قوم كل شيء قوم شاء الصراحه، زعما غادي من غاثيني الحراسه تفتح زيانة نقوم زوارة والنوم وهم شقي من المزيع وقينا الدرقان بسمع الشينو ستفليد النار بسمجير وقينا درقزنا عارف في حان تغذي المستوى الفارية الفيزيك صباح الشحاب مليح الشحاب مارة من الصحاب عدو ذي النخ صباح الحاق الحمد لله صحابه مليح. بالنسبة للتنظيم بالحراسة، التنظيم بالحراسة عند المستوى اني هنا زيانة مسجد كل خاتم، نتمنى سي بابا تكون شحال الحالة التليفون حالة غسلة وتغيم بها حالة مرة كانت أجواء زوينة، جاء وخا رمضان كان دوزنا مزيان وكلشي شنو داز كان بخير. الحراسة كانت زوينة، الأساتذة كانوا ظريفين معنا ومتفاهمين معنا، وشحال ما كان الخروج صعاب حنا كان بمقدورنا نجاوبو وجاوبنا مزيان. دابا العشية دوزنا لونجلي حنا علميين وكان زوين الحال. باش نسجل الطاس هو الحمد لله. بالنسبه للتنظيم بالحراسه، تنظيم عادي. اجواء الامتحان نزورو غا الصباح صراحه عجبني مليح. الامتحان تغادي المتناول ماشي الصراحه، الحراسه مزيان خلق شويه خصوصا الشين الاداب ربدتي الشنو مخزين الصباح زين واي حري هي غاني يعني عشي ان شاء الله نسعدو مليح. تو امتحان ديال المتناول عاوتاني نصوري فاسبانيوت، المهم نسعدو مليح الحمد لله. الحمد لله الاجواء ديال الامتحانات تعدو مليح، واخا ديك مزوات غادي ناخذ شويه التوتر وشويه الستريس. الطاس نتحرم يعني تو غاياثر خاصني تتقني لدرجه انا وجدت نتحرم بقيمه 3 تقني، باش الحمد لله نساير نواكب تقني نخدم مليح ب غاو عشي خازي غاصبح الصباح غاصبح عندنا شويه نرخوف شويه. الحمد لله نسعد الخو اثنين المواد، نتمنى انه المواد مغنيت يغانغ اذا نغيق قيمه نسعدو مليح ان شاء الله مرات التلاميذ اذا نسالي النظر وشكرا.